قانون الجنسية الكندي هو قانون يحدد ماهية وكيفية الحصول على الجنسية الكندية. بالعادة يمكن للمولود داخل كندا الحصول على الجنسية الكندية، أو للمولود بالخارج على الأقل أحد الأبوين الكنديين الحاصلين على شباب الجنسية نصيحة، الكندية، أو عن طريق تبني والد كندي، كما يمكن أن يحصل عليها مقيم دائم في كندا إذا استوفى الشروط التالية: أن يكون قد عاش 1095 يوماً داخل كندا في آخر 4 سنوات قبل تقديم الطلب، يحسن التخاطب بالإنجليزية أو الفرنسية، ينجح في امتحان معلومات عامة عن كندا.